عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مي ادري، ودلوقتي هنراجع الفورم بتاعت الدايابيتس. الحمد لله احنا في الاند عندنا الانتي دايابيتك دراجز اورال او انجكتابل، باقي المواضيع مش داخله في الاند ان شاء الله، يعني مش داخله. تمام، هنبدا بالاورال انتي دايابيتك دراجز. هما 8 مجموعات، اولهم السلفونايل يوريز والميجليتينايد. الاثنين دول ميزتهم ايه؟ ان هم اسمهم انسولين سيجريتاجوج. يعني ايه؟ يعني بيحفزوا خروج الانسولين من البنكرياس. فمعنى كده اهم ادفيرس رياكشن تحفظوه في السلفونايل يوريز او الميجليتينايد ان هم الاثنين بيعملوا هايبوجلايسيميا. تمام، دي اهم حاجه. نبدا نتكلم بقى عن واحد واحد. السلفونايل يوريز اهم حاجه تحفظوها في ايه بقى؟ الامثله طبعا، لان هو ممكن يجيب السؤال بمثال مش باسم العيله، في جليبين كلامايد وجليبيزايد وجليميبيريد. تمام، وتاني حاجة تحفظوها هو بيشتغل فين؟ بيشتغل على البانكرياس، فبالتالي انا هقدر ان انا اتوقع الميكانيزم في اكشن بتاعه. انا عرفت ان هو من عيلة الانتي دايابيتك دراجز وبيشتغل على البانكرياس، فبالتالي هيعمل ايه؟ هيستيميليت الانسولين ريليز، عشان الانسولين ده اللي بيقلل بلاد جلوكوز في الدم ويقلل لي جلوكاجون، لان الجلوكاجون ده اللي كان بيعلل لي البلاد جلوكوز في الدم. تمام، تاني حاجة بقى بيزود سنسيتايزيشن اوف بيتا سيل اللي موجودة في البانكرياس للنورمال ستيمولاي. يعني ايه؟ يعني بيتا سيلز الموجودة في البانكرياس المفروض ان ليها ستيمولاي نورمالي موجود في جسمنا. الستيمولاي ده اللي هو الامينو اسيد والجلوكوز. الامينو اسيد والجلوكوز لما يروح للبيتا سيلز بيحفزها ان هي تطلع انسولين، فكده برضو زود الانسولين اللي طالع من البيتا سيل. تمام، وبيشتغل بره البنكرياس بقى بس بنسبه اقل شويه، ان هو بيزود الجلوكوز ابتيك بالبريفيرال تيرز، فبالتالي برضو بيقلله في الدم. تمام، الرغي ده كله بقى مش مهم، هو بما انه بيتاخد اورال فالابزوربشن بتاعه كويس. اهم حاجه ان هو يتاخد قبل الاكل ب 30 دقيقه، ولازم ان البيشنت ياكل بعد ال 30 دقيقه دول عشان ما يدخلش في حاله من الهايبوجلايسيميا. حته ان هو بيمسك في بلازما بروتينز، دي تخلينا نتكلم عن الدراج انتر اكشن. هنا المفروض البلازما بروتينز دي حاجه بيمسك فيها سلفونايل يوريز، فالدواء اللي ماسك في البلازما بروتين ده اللي مش شغال، الدواء الفري اللي مش ماسك في البلازما بروتين ده اللي شغال. تمام، فعندنا مثلا لو في ادويه بتديسبليس السلفونال يوريا من البلازما بروتين، دي هتزود الافكت بتاعها وممكن تعمل لي هايبوجلايسيميا. تمام، زي سلسليت وسلفونامايد، اي حاجه بالاس بتديسبليس السلفونال يوريا من البلازما بروتين. تمام، الادويه الثانيه برضو اللي بتاثر عليه، عندنا المفروض ان السلفونال يوريز بيحصل لها ميتابوليزم سيتوكروم بي 2 سي 9، فالمفروض لو في ادويه بتعمل اندكشن يعني بتزود الافكت بتاع سيتوكروم بي 2 سي 9، فبالتالي هتزود الميتابوليزم بتاعه السلفونال يوريز، فبالتالي مش هقدر استفاد منها فتقلل الافكت بتاعها. زي ايه؟ زي كاربامازبين، ريفامبين، ديكساميزازون، سايزايد دايريتكس، نايسين، وامثله تانية كتير. مش هنحفظ دول، هنحفظ دول اللي هم دول اللي بيقللوا ايه؟ بيقللوا الافكت اللي بيزودوا الافكت بتاع الدواء. في ادويه بتنهبت الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم السلفونال يوريز، فبالتالي هيزود الدوز بتاعته في الدم فهيعمل لي هايبوجلايسيميا. اي حاجه بدا بفلوكونازول وفلوكسيتين، اي حاجه بدا باس، دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ديسبليسمنت من البلازما بروتين. تمام، لو انا اعطيت سلفونال يوريا مع اي دواء تاني اورال انتي دايابيتيك دراج، ده برده ممكن يعمل ايه؟ يزود لي الافكت بتاعه فيدخلني في حاله من الهايبوجلايسيميا. تمام، ده اللي احنا عايزين نعرفه، دي اهم نقطه ممكن يسال فيها دراج دراج انتر اكشن. تمام، بالنسبه للادفيرس اكشن اهم حاجه تحفظوها هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا دي اهم نقطه، وممكن تحفظوا حته الويت جين لان هو بيزود الانسولين، والانسولين انتوا عارفين ان هو ليه انابوليك افكت، يعني ممكن يزود ايه؟ الوزن. بس كده، ده اللي تعرفوه عن السلفونايل يوريا. بالنسبه بقى للميجليتينايد، قلنا برضو بيشتغل فين؟ في البنكرياس، لان هو انسولين سيكريتاجوج بيحفز خروج ايه؟ الانسولين من البنكرياس. تحفظوا الامثله ريباجلينايد وناتيجلينايد، اخرها ايه؟ جلينايد، زي ايه؟ زي اسم العيله الكبير. تمام، بس كده، مش هتحفظوا حاجه تانية غير ان هو بيعمل هايبوجلايسيميا، اهم ادفيرس رياكشن بتاعته زي السلفونايل يوريا، وويت جين برضو لان هو بيزود الانسولين في الجسم. تمام، بالنسبه بقى ايه للبايجونايدز، او اهم مثال فيها اللي هو الميتفورمين. الميتفورمين ده بيشتغل فين؟ بيشتغل على الليفر. هنلاقيه راح لليفر المفروض بميكانيزم معينه كده هيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن، فالليفر مش هيقدر ان هو يكون جلوكوز، مش هيعمل جلوكو نيوجينيسيس، فبالتالي هيقل بلا جلوكوز ليفر في الدم. تمام، فالفارماكولوجيكال اكشن هو بيقلل الهيباتيك جلوكو نيوجينيسيس، بيعمل انيروبيك جلايكوليسيس. يعني ايه؟ يعني يخلي الجسم يعمل انيروبيك جلايكوليسيس، ان هو يستخدم جلوكوز عن طريق حتى لو ما فيش اكسجين، فده برده يقلل الجلوكوز. بيعمل ايه بقى؟ بيزود الابتيك بتاع الخلايا او بتاع البريفير تيشو للجلوكوز، ده برضو يقلله، يعمل لي انيروكسيا فيعمل لي ويت لوس. يعني الميتفورمين بيعمل لي ويت لوس، الميجليتونايد والسلفونايل يوريا بيعمل لي ويت جين. تمام، برضو بيحسن الليبيد بروفايل، بيقلل لي الترايجلسرايد والال دي ال، بيقلل الابزوربشن بتاع الجلوكوز من الانتستين، ليه انتي فايبرينوليتيك فاكتور. المهم ان هو يعني ايه كل الميكانيزمز اللي بيشتغل بيها دي، ان هو يقلل الجلوكوز. تمام،
اهم حاجه بقى في الادفيرس رياكشن مش هنجيب سيره الهايبوجلايسيميا. ليه؟ لان هو مش بي انهانس ان الليفر ان البنكرياس سوري يطلع ايه انسولين، لان هو كل شغله على الليفر، فبالتالي هو ايه جلايسيميك مش بيعمل هايبوجلايسيميا. تمام. مشاكله ان هو ممكن يعمل لي لاكتيك اسيدوزس، فهو كونترا انديكيتد في اي حاله البيشنت ممكن يجيله فيها ايه لاكتيك اسيدوزس، سائل عندهم سيفير رينال انسفيشنسي، هيباتيك انسفيشنسي، كارديوبلمونري انسفيشنسي، الكحوليكس، الناس دي كلها ممكن عندها ريسك ان هي يجي لها لاكتيك اسيدوز، ما ينفعش استخدم لها ايه الميتفورمين. تمام. وفي حاجه كمان، لو البيشنت اللي هو ماشي على الميتفورمين هيعمل اشعه بالصبغه اللي هي كونتراست ميديا، لازم نوقف الدواء 48 ساعه قبل و 48 ساعه بعد الاشعه بالصبغه، عشان ايه الاثنين ما يتعرضوش مع بعض. ده بالنسبه للبايجونايز اللي هو مين الميتفورمين. بالنسبه بقى للثايوزوليدين دايونز او اختصارها ال تي زي ديز، التي زي ديز. تمام. اهم مثال اللي هو البايجليتازون، البايجليتازون او اي حاجه اخرها جليتازون، بيشتغل فين على البريفير تيشو، فبالتالي اقدر ان انا اتوقع الميكانيزم زي اللي هو انسولين سنسيتايزر، يعني بيزود السنسيتيفيتي بتاعه البريفير تيشو للانسولين، فبالتالي تقدر ان هي تدخل جلوكوز اكتر فيقلل بلا جلوكوز في الدم. كل الادويه اللي هنتكلم عنها في الفيديو ان هي بتقلل بلا جلوكوز في الدم. تمام. هو ويل ابزورب سايتوكروم بي 450، فبالتالي في شويه دراج دراج انتر اكشن. هو بيشتغل ازاي؟ الجمله دي انتوا تحفظوها وتعرفوا هو بيشتغل ازاي، بيقلل الريزيستنس للانسولين وبيزود السنسيتيفيتي للانسولين، فبالتالي بيزود شغل الانسولين فبيقلل الجلوكوز. تمام. ازاي بيشتغل؟ هو بيزود الجلوكوز ابتيك، بيقلل هيباتيك جلوكونيوجينيسيس، ليه برضو افكت على الفات ان هو بيقلل السنترال فات اللي هو بيبقى ضار للجسم، بيقلل تريجليسرايد وبيزود الاتش دي ال، فبيحسن الليبيد بروفايل. تمام. اهم حاجه بقى في الادفيرس رياكشن، هو ما بيعملش هايبوجلايسيميا، لان هو ايو جلايسيميك، لان هو ملوش علاقه بزياده الانسولين، هو بيحسن السنسيتيفيتي بتاعته بس. تمام. ما استخدموش في حالات الاوستيوبوروزس. ليه؟ لان هو بيعمل لي اوستيوبينيا. ما استخدموه في حالات الاكيوت ليفر ديزيز، لان هو بيعمل لي هيباتوتوكسيستي، ولا الهارت فيلير، لان هو بيعمل لي ايه اديما. تمام. ده بالنسبه للثايوزوليدين دايونز، اللي انتوا هتحفظوه المثال واسم العيله اللي هو ايه بيعمل انسولين سنسيتايزر، فبالتالي هيشتغل على البريفير تيشو وبس. تمام. بالنسبه بقى للالفا جلوكوزيديز انهبيتر، اصلا الالفا جلوكوزيديز ده انزيم موجود في جي اي تي، بيحول لي الستارش والدايساكارايد لجلوكوز، والجلوكوز ده اللي بيمتص ويدخل على الدم ويعلي لي البلاد جلوكوز في دمي. تمام. فانا عايزه ايه؟ عايزه اعمل حاجه تنهبت الانزيم اللي بيكون جلوكوز من ستارش والدايساكارايد، فهعمل ايه؟ دواء اسمه الفا جلوكوزيديز انهبيتور، زي الاكربوز والميجليتول، الامثله مهمه. تمام. لازم يتاخد مع بدايه الاكل، لان اول ما باكل الانزيم ده بيطلع، فالدواء ده اللي هو الفا جلوكوزيديز، فالدواء ده هيروح ينهبت الانزيم ده. تمام. فمش بيمتص خالص، كل شغله لوكالي على جي تي، فبينزل ان تشينجت في الفيزس. مشاكله ايه؟ بما انه بيقلل الابزوربشن بتاع الجلوكوز، فبالتالي برضه هيقلل الابزوربشن بتاع حاجات تانية، هيعمل لي مال ابزوربشن، ممكن يعمل شويه انتفاخ، دياريه، مش بيعمل هايبوجلايسيميا. استحاله ان هو يعمل هايبوجلايسيميا، لان هو ملوش علاقه بالانسولين. حته ان الدواء يعمل هايبوجلايسيميا لو هو بيدخل انسولين للجسم او بيزود الانسولين في الجسم. تمام. طيب ممكن استخدم الالفا جلوكوزيديز انهبيتور ده مع دواء تاني بيزود الانسولين، زي مين؟ زي السلفونايل يوريا. وفي الحاله دي ممكن يعمل لي ايه؟ يعمل لي هايبوجلايسيميا. تمام. لو البيشنت دخل في حاله من الهايبوجلايسيميا، في الحاله دي هندي له ايه؟ هندي له جلوكوز، مش هندي له سكروز. ليه؟ لان الانزيم المسؤول عن تحويل السكروز للجلوكوز انهبيتد، فبالتالي انا برضو مش هستفيد من السكروز، فمش هقدر ان انا انقذ البيشنت من حاله الهايبوجلايسيميا. تمام. يبقى انتوا عرفتوا بيجي هايبوجلايسيميا امتى؟ لو اتاخد مع دواء تاني بيعمل هايبوجلايسيميا. ما استخدموش في حالات امتى؟ في حالات ان هو عنده مشكله اصلا في جي تي، عنده كرونيك دايجستشن، عنده absorption disorder، عنده مثلا ulcer، عنده constriction دي في القولون، دي في small intestine، في الحالات دي الانتفاخ ممكن يسوق الحالة اكتر. تمام. اللي بعده اللي هو الانكريتين انهانسر، هما مجموعتين. ايه الانكريتين انهانسر ده؟ الانكريتين ده عبارة عن جلوكاجون لايك بيبتايد. جلوكاجون لايك بيبتايد ده حاجة موجودة في جايتين، مفروض ان هي بتطلع وبتشتغل عن طريق ان هي تزود الانسولين لما بناكل، يعني بتزود الانسولين عشان يحرق الجلوكوز، وبتقلل الجلوكاجون عشان ما تعليش البلاك جلوكوز، وبتعمل سلوينج للجاستريك امبتنج، فتحسسني بالشبع وتحسسني بالساتايتي. تمام. فده حلو، فاحنا بندي حاجه شبيهه ليه اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد وان اجونست. تمام. الامثله بتاعتنا اورال اللي هو السيمي جلوتايد، وده بيتاخد مره في اليوم، وفي بارنتر هنتكلم عنه في كمان شويه. تمام. مش بيعمل ويت لوس، يعني بيأثر على الويت. ده تاني واحد يعمل ويت لوس اللي قلناه قبل كده اللي هو الميتفورمين، وكان السلفونايل يوريا والميجليتينايد كانوا بيعملوا ايه؟ ويت جين. تمام.
اخوه بقى اللي هو بيعمل ايه، بيعمل انهيبيشن للداي بيبتيدايل بيبتيديز 4. الانزيم ده اللي هو داي بيبتيدايل بيبتيديز 4 ده بيكسر الجلوكاجون لايك بيبتيد 1، وانا مش عايزاه يتكسر لان هو حاجه حلوه بتحسسني بالشبع وبتزود الانسولين تقلي جلوكاجون. فانا هعمل ايه؟ هعمل دي حاجه تنهبت الانزيم ده اللي هو سيتاجليبتين وفيلتاجليبتين وليندجليبتين. الامثله دي برضو مهمه، تمام. مشاكله ايه؟ ممكن يعمل شويه ارثرالجيا، اكيوت بانكرياتايتس، ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، هايبر سنسيتيفيتي. اهم حاجه بقى ان هو الافكت بتاع الويت لوس ما بيعمليش ويت لوس، يعني ما بيأثرش على الويت اصلا. مين اللي بيأثر على الويت؟ جلوكاجون لايك بيبتايد 1 اجونست، تمام. اخر واحد بقى معانا في الاورال انتي دايابيتيك دراجز اللي هو الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور. المفروض ان عن طريق الكيدني الصوديوم والجلوكوز بيرجعوا تاني، تمام، عن طريق الترانسبورتر ده. فانا هدي حاجه تنهبت الترانسبورتر ده اللي هو اسمه ايه، ال SGLT2 انهبيتور، تمام. فبالتالي الصوديوم والجلوكوز هينزلوا في اليورين. فهنا بيقول لي ان ده الدواء ده بيزود اليورينري جلوكوز اكسكريشن وبيقلل بلاك جلوكوز بما ان انا نزلته في اليورين، وكمان الصوديوم للاسف مرتبط مع جلوكوز فده هيقلل لي الصوديوم لابزوربشن فهيعمل لي حاجه اسمها اوزموتيك دايريسيز. يعني ايه اوزموتيك دايريسيز؟ ان الصوديوم نزل في اليورين فالصوديوم ملح بيحب الماء فيسحب معاه ميه كتير. فعشان كده ما ينفعش دي في حالات ايه، مثلا في حالات ان البيشنت كبير يعني، او لو هو اولد ايج حته انه يحصل له هايبوتنشن هتبقى سيجنيفيكانت قوي. ليه هيحصل هايبوتنشن؟ لان الصوديوم نزل، الصوديوم هيسحب معاه ميه ويقلل الفلويد في الجسم وهيعمل لي هايبوتنشن، تمام. من مشاكله كمان ان هو بيزود الفريكوانسي، ان البيشنت بيدخل الحمام كتير، بيزود الفوليوم بتاع اليورينيشن، ممكن يعمل لي جينيتال ويورينري تراكت انفكشن، تمام. اهم حاجه بقى النقطه دي ان هو بيتاخد امتى؟ بيتاخد مره في اليوم الصبح. بحيث ليه؟ بسبب حته ان هو بيزود الفريكوانسي، ما ينفعش يتاخد بالليل ان كده هيفضل داخل خارج الحمام طول الليل، تمام. الاليمينيشن بتاعه عن طريق الكيدني فلازم نظبطه في حالات السيفير رينال امبيرمنت. اهم حاجه بقى ايه برضو؟ الامثله اللي هو الدابجليفريزون والكانجليفريزون والامباجليفريزون. ده بالنسبه للاورال انتي دايابيتيك دراجز. انا محتاجه منكم ان انتوا تحفظوا اسم العيله، الامثله بيشتغل فين، وانتوا هتجيبوا ايه باقي المعلومات، تمام. واهم حاجه برضو الادفيرس رياكشن. بالنسبه بقى للانجكتبل انتي دايابيتيك دراجز احنا عندنا ثلاثه، الانسولين وحاجات مش انسولين. ايه هما بقى؟ هنبدا باللي مش انسولين عشان دول اسهل. في حاجه قلناها من شويه اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد 1، تمام. في قلنا في منه السيمي جلوتايد اللي هو جلوكاجون لايك بيبتايد 1 اجونست، وفي بارنترال. هنا بقى هنتكلم على البرنترال، اسمه ايه؟ اسمه ليرا جلوتايد، برضو بنفس النهايه بتاعه السيمي جلوتايد، تمام. ده بيتاخد سبكوتينيس في حالات التايب 1 دايابيتس. هو المفروض ايه؟ ان هو بيعمل نفس الافكت اللي بيعمله الجلوكاجون لايك بيبتايد اللي هو بيقلل الجاستريك امبتنج، بيقلل جاستريك امبتنج، بيزود بيقلل جاستريك امبتنج، بيزود الانسولين، بيقلل الجلوكاجون وهكذا، تمام. فده بالنسبه ايه للجلوكاجون لايك بيبتايد. مشاكله بس ان هو ممكن يعمل لي شويه بانكرياتايتس، هي حاجه رير بس برضو ناخد بالنا ما نستخدموش في حالات ان انا عندي ايه، ان انا عندي كرونيك بانكرياتايتس. وناخد بالنا كمان ان في تجارب اتعملت على رودنت على الفراخ، ولان هو بيعمل ثايرويد كانسر فلقوا ان هو كونترا انديكيتد في ناس اللي عندهم مشاكل في الثايرويد اصلا، ميدلري ثايرويد كارسينوما او مالتيبل اندوكراين نيوبلازم، تمام. هو الانجكتبل جلوكاجون لايك بيبتايد ريسبتور اجونست ده بيدوه ازاي؟ بيدوه مع اللونج اكتنج انسولين زي الديكريتيك اللي هنتكلم عنه دلوقتي في نفس الوقت، يعني بحيث ان هو يقلل لي عدد الانجكشنز اللي انا مضطره اديها للبيشنت من الانسولين، تمام. بس كده. بالنسبه بقى لايه، لنخلص من التاني اللي هو الانجكتبل برضو بس مش انسولين اللي هو سينثيتيك اميلين انالوج زي البراميلدينايت، تمام. الفكره ان الاميلين دي ماده بتطلع مع الانسولين من البيتا سيلز، بتعمل ايه بقى؟ بتديلي جاستريك امبتنج، برضو بتقلل بوستر برانديال جلوكاجون سكريشن، فبالتالي هتقلل ان جلوكوز يعلى في الدم فبتمبروف الساتايتي. كل ده بيصب في مصلحه ان الجلوكوز ما يعلاش في الدم، تمام. السينثيتك اميلين جلوكوز ده انالوج ده بيتاخد ايه؟ بيتاخد في تايب 1 وتايب 2. ممكن نديه في حالات ايه؟ في حالات ان البيشنت تايب 1 فمش على انسولين، فانا هديله ايه؟ هديله حاجه مساعده للانسولين. فهو بيقول ان هو بيتاخد immediately before meals كمساعد للبرانديال انسولين، وهنتكلم ايه البرانديال انسولين ده دلوقتي، بس بشرط ان هو ما يبقاش ميكسد مع الانسولين في نفس السيرنج، لازم ده لوحده وده لوحده، تمام.
مشكله الاميلين انالوج ده ان هو ما ينفعش يتاخد في حالات الدايابيتيك جاستروباريسيس. ليه؟ يعني ايه دايابيتيك جاستروباريسيس؟ يعني حد عنده ديليت في الجاستريك امبتنج، فانا بديله دواء برضو يعمله ديلينج في الجاستريك امبتنج، انا بزود الطينه بله، مش هينفع. وفي حالات البيشنت عنده هايبوجلايسيميك ان اويرنس، لان من الادفيرس رياكشن بتاعته ان هو بيعمل لي هايبوجلايسيميا، فلو حصل البيشنت هايبوجلايسيميا بسبب الاميلين ده ممكن ايه ما يحسش بيها، لان هي هايبوجلايسيميك ان اويرنس. تمام. بالنسبة بقى للانسولين، وده البطل معانا النهاردة، الانسولين عندنا كذا بريبريشن، بس قبل ما نتكلم عن البريبريشن نعرف اصلا احنا بنستخدم الانسولين ليه في حالات تايب 1 دايبيتس. اي حد تايب 1 خلاص وش كده هنستخدم انسولين، ما ينفعش الاورال انتي دايبيتيك دروجز. الاورال كان ينفع في التايب 2 بس، تمام. تايب 1 ما ينفعش ايه، ما ينفعش غير انسولين. تمام. ممكن في حالات الدي كي اي بندي ار انسولين، هنتكلم عنه كمان شويه، بس هنعرف ان الار انسولين دي حاجه سريعه بتشتغل بسرعه. ممكن في حالات التايب 2 بس في حالات الايه، ان التايب 2 ده ماشي على الاورال انتي دايابيتيك دروجز، فالاورال انتي دايابيتيك دروجز مش عامله لي الايفكت اللي انا محتاجاه، فممكن اديها مساعد من الانسولين، او مثلا البيشنت ده اتعرض لستريس انفكشن سيرجري، فبدي له حاجه ايه تسبورت هيم لحد ما يعدي الاستريس ده. تمام. في حالات البريجننسي برده، في حالات البريجننسي من الحالات اللي لازم انسولين، لو البيشنت جالها جستيشن دايابيتس او كده كده اصلا عندها التايب 2 دايابيتس من قبل ما تحمل، او في حالات الناين دايابيتك اصلا، زي في حالات ايه الهايبر كاليميا. يعني ايه هايبر كاليميا؟ ان البوتاسيوم عالي في الدم. طب ازاي يعني؟ احنا بندي انسولين ومعاه جلوكوز، فالانسولين ياخد الجلوكوز والبوتاسيوم ويدخله جوه الخلايا، فالبوتاسيوم كده هيقل في الدم. ينفع؟ تمام. بالنسبه بقى لايه اصلا الانسولين بيشتغل ازاي، بيشتغل عن طريق ان هو يمسك فيه الريسبتور بتاعه على الموجود على التيشو. الريسبتور ده بيكون فيه 2 سبيونت، الفا سبيونت وبيتا سبيونت. الالفا ده اللي بيمسك فيه الانسولين، فبيعمل تشينجز في شكل البيتا سبيونت. تمام. المهم بيحفز حاجه اسمها تايروزين كاينيز، وهي دي المسؤوله ان هو يعمل الفارماكولوجيكال اكشنز دي كلها. شغله فين الانسولين؟ شغله على الليفر. الانسولين ده احنا عايزين نحفظ كلمه ان هو بيقلل البلاد جلوكوز ليفل، فبالتالي هيقلل لي الجلايكوجين ولايسز. يعني ايه؟ يعني تكسير الجلايكوجين عشان يكون جلوكوز، انا مش عايزه ان الجلايكوجين يتكسر وتحول جلوكوز. تاني حاجه يقلل الفري فاتي اسيد والامين اسيد ان هي تتحول لكيتو اسيد، فما يدخلنيش في حاله من الكيتو اسيدوزس. طيب الكيتو اسيدوزس يقلل تحويل الامين اسيد لجلوكوز، يزود الجلايكوجينيسيس. يعني ايه جلايكوجينيسيس؟ ياخد الجلوكوز يحوله لجلايكوجين. تمام. فبالتالي برضو انا كده بقلل الجلوكوز. بالنسبه للمصل برضو بيزود الابتيك بتاعها، بيزود البروتين سنسز، بيزود الجلايكوجين سنسز، عشان كده بيقولوا عليه انابوليك هرمون، يعني بيزود تكوين حاجات حلوه يعني في الجسم، مش بيكسر يعني. تمام. بالنسبه للاديبوس تيشو بيزود الترايجلسرايد وبيقلل اللايبوليسيس، فمش يعني مش بيخلي الفات ان هو يتكسر. عشان كده البيشنت بيبقى عنده تايب 1 دايابيتس، عنده نقص شديد، ما عندوش اصلا انسولين في جسمه، فبيجي حاسس جدا وكشكسك ممكن بسبب ايه، ان الانابوليك هرمون الانسولين مش موجود في جسمه. تمام. بالنسبه بقى للادفيرس رياكشن نتكلم عنها في الاخر، نبدا بقى نتكلم عن البريبريشن. المفروض اصلا الانسولين ده احنا بنستخدمه في ايه؟ مثلا هنفترض ان احنا بنستخدمه في حالات تايب 1 دايابيتس. تايب 1 دايابيتس ما عندوش انسولين اصلا في جسمه. طب انا لو عايزه اقلد الانسولين الطبيعي الموجود في جسمي، عندي بيزل انسولين اللي هو المفروض اصلا يكون موجود في جسمي طول اليوم، وعندي برانديال انسولين اللي هو بيطلع وقت الوجبات، ده عند الفطار، ده عند الغداء، ده عند العشاء. تمام. عندنا بقى البيزل انسولين اللي هو اللونج اكتنج، اللي هو بيقعد فتره طويله، اللي هو الديوريشن اوف اكشن بتاعته طويله، زي مين؟ زي ال NPH او بيسموه انترميديت اكتنج انسولين. ده ممكن يقعد بال 12 ساعه، ممكن 18 ساعه، فبنضطر نديه مرتين في اليوم، او بيسموه ايزوفان انسولين. تمام. اسمه NPH اللي هو نيوترال بروتامين، مش عارفه هادي جوم الاتش ده اسم العالم، فاهم حاجه ان هو نيوترال بروتامين. البروتامين ده لما اتحط للانسولين الطبيعي خلاه ايه، خلى الديوريشن اوف اكشن بتاعته اطول، فخلاه ثابت فتره اطول في الجسم. تمام. فهنا بيقول لي ان الانسولين بتاعه بطيء وديوريشن بتاعته طويله، فيقعد في الجسم فتره اطول. تمام. بيديه في حالات ايه تايب 1؟ ممكن اديه في حالات تايب 2، ممكن في حالات ان البيشنت بياخد اورال انتي دايابيتيك دروجز بس مش جايبه الايفكت اللي انا عايزاه، فبديله حاجه مساعده. ده بالنسبه للان بي اتش اللي هو الانترميديت اكتنج اللي بيشتغل كبيزل انسولين. بالنسبه بقى لللونج انسولين، لونج اكتنج انسولين ده ممكن يقعد بال 24 ساعه، فبيتاخد مره في اليوم. هي سلو برده، بطلونج يعني الاكشن بتاعه عشان يبدا بطيء، ولكن لما بيشتغل بيقعد فتره اطول في الجسم و كلير، يعني ايه مش معكر وكالر، عكس ال NPH يقول عليه الانسولين المعكر ده، لا ده كلير.
تمام. عندنا 3 انواع من اللونج اكتنج انسولين، اللي هو انسولين جلورجين، انسولين ديتمير، انسولين ديجليتك. اهم حاجه نعرفها ان في شويه موديفيكيشنز اتعملت على الانسولين دول عشان تخليهم يقعدوا في الجسم فتره اطول. مثلا الانسولين جلورجين مختلف عن الانسولين الطبيعي الموجود في جسمي بالثلاثه امينو اسيد، فبالتالي ده اللي خلاه ستيبل اكتر وخلاه في سلوور ديسوشيشن، فعمل لي ديليت ريليس، فاكنه عمل ديبوت كده، مخزن الجسم ياخد منه طول اليوم. يبقى اهم نقطه تحفظوها ان في تشينج في 3 امينو اسيد. تاني واحد اللي هو الانسولين ديتمير، في شويه موديفيكيشن. ايه هم الموديفيكيشن؟ في فاتي اسيد سايد تشين. الفاتي اسيد سايد تشين دي بتخليه يمسك في الالبومين لما يتحقن بطريقه سبكتينيوس، تمام. لما الدواء يمسك في الالبومين بيبقى برده صعب الديسوليوشن بتاعه والديسوشيشن بتاعه، فيقعد فتره اطول. فالكلمه اللي انتوا تحفظوها انه في فاتي اسيد سايد تشين فتخليه يمسك في الالبومين، تمام. الديجليوتك ده بقى اسمه ايه؟ الترا رابيد. ده بيتاخد مثلا ايه اللي هو بيقعد ممكن 36 ساعة، فممكن يتاخد 3 مرات في الاسبوع مش مرة في اليوم، تمام. بيقول لي هنا فلات اند سموث اكشن بروفايل، يعني ايه؟ يعني الدواء ممكن يكون ليه بيك، يعني انا هديه دلوقتي الاكشن لسه ما بداش، اول ما بيبدا ممكن يبقى ليه بيك، يطلع شوية وبعدين ينزل تاني. البيك دي بتخوفني من ايه؟ ان هنا الافكت بتاع الدواء كان اقصى حاجة، فممكن يدخل البيشن في حالة من الهايبوجلايسيميا. الانسولين ديجليوتك من حلاوته ان هو ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش بيك، فهو تمام وسموث اكشن بروفايل. ايه الموديفيكيشن اللي اتعملت عليه؟ ان الفورم بتاعته داي هيكسامير، يعني ايه؟ 2 مزدوجين كده ماسكين في بعض، فده يخليه برده سلو كونتينوس ديليفري اوف انسولين انتو ذا سيركيوليشن، تمام. انتوا بقى تحفظوا ايه في الرغي ده كله؟ كل موديفيكيشن حصلت في كل انسولين عشان تخليه يقعد فتره اطول في الجسم اللي هي 24 ساعه، تمام. لان هم دول اللي بيشتغلوا كبيزر انسولين في حالات التايب 1 دايابيتس، بديهم مره في اليوم، تمام. بالنسبه بقى للبولس انسولين، مش احنا قلنا من شويه ان في بيزل وفي بولس او برانديل اللي هو بيطلع مع الوجبات؟ ده مش موجود في جسمهم برضه لانهم اصلا ما عندهمش انسولين، فانا هديه من بره. مع كل وجبه هياخد بولس انسولين او برانديل انسولين، يعني مع الوجبات عشان يقضي على الجلوكوز اللي داخل جسمه مع الوجبه، تمام. عندنا بقى ايه؟ عندنا في البيزل او البولس او البرانديل انسولين هو شورت اكتنج انسولين، ريجولر انسولين او الانسولين المائي او الار انسولين بيبقى كلير وكلرليس برده، ده شبه الانسولين الموجود في جسمنا الطبيعي، شبهه نفس الامينو اسيد. ولكن مشكلته في ايه؟ ان هو فيه ديليد ابزوربشن شويه. ليه؟ لان هو بيبقى تركيبه بيكون فيه ماسك 2 اينس من الزنك، فده يخليه الانسيت اوف اكشن بتاعه من نص ساعه لساعه. فناخد بالنا لما نيجي نكتب الار انسولين ده ان البيشنت ياخده قبل الاكل نص ساعه لساعه، تمام. طب قالوا طب ما نعمل حاجه تشتغل قبل الاكل فتره اقصر شويه. عملوا ايه؟ الرابيد اكتنج، حاجه تشتغل اسرع واسرع زي الليسبرو واسبرت والجلو لايسين. دي برضو حاجات حصلها موديفيكيشن، مش علينا اي تفاصيل، مش مكتوب في الكتاب ايه الموديفيكيشنز اللي اتعملت على الانسولين عشان يتحول يبقى رابيد اكتنج، بس الحمد لله علينا بس الامثله، تمام. فهنا برضو عملوا تشينج شويه في الامينو اسيد ستراكشر فخلوه رابيد ديسوليوشن عكس دول كان ايه؟ سلو. لا انا عايزاه يشتغل بسرعه عشان يشتغل على الوجبه اللي هيقولها دلوقتي، تمام. فخلى الانسولين اوف اكشن بتاعه من ربع لثلث ساعه. بالنسبه بقى للالترا رابيد، دي حاجه احسن واحسن طلعت بعدهم، اسمها فاياساب او فاست انسولين اسبرت. خدوا الاسبرت ده اللي هو في الرابيد اكتنج وعملوا شويه موديفيكيشنز، فبقى سريع بيشتغل في خلال 2 لـ15 دقيقة، وده بيكون شبيه تقريبا للنورمال انسولين اللي موجود في جسمي. لان احنا عارفين لما بناكل الانسولين يطلع من البنكرياس يشتغل على الاكل بتاعنا نورمالي، مش محتاج ديلي خالص زي الار انسولين، لا. فهنا بيقولوا ان الالترا رابيد ده شبه النورمال فيسيولوجي بتاع الانسولين الموجود في جسمي، تمام. فالبيشن بقى كده هياخد ايه؟ هياخد البيزل انسولين اللي هو الانترميديت اكتنج او لونج اكتنج، ومع كل وجبه 3 شكشكات، تمام. طيب قالوا بقى ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل ميكس كده ما بين البيزل انسولين وما بين البرانديل انسولين في نفس الحقنه، فبالتالي ياخد مثلا 2 شكشكات بس في اليوم. عملوا حاجه اسمها بري ماكسد انسولين، تمام. في شويه تفاصيل كتير في كتاب مش علينا، الدكتور قال بس النقطتين دول ان في حاجه اسمها هيومالوج، يعني ايه؟ 50 و50، 50 ان بي اتش و50 انسولين ليس برو اللي هو الرابيد اكتنج انسولين، تمام. يعني نفس السيرنج فيها ايه؟ 1 ان بي اتش اللي هو اللونج اكتنج، 1 الرابيد اكتنج، تمام. فالاثنين يتاخدوا في نفس السيرنج، واحد يشتغل كبيزر واحد يشتغل كبرانديل. النوفولوج بقى بيقول لك 70 30، 70 ان بي اتش و30 انسولين اسبرت، تمام. احنا عمالين نقول بنخلط ال NPH بالرابيد انسولين، طب ليه ما خلطناش اللونج اكتنج انسولين اللي هما دول
بايه؟ بالرابيد اكتنج. ليه؟ هنا بيقول لي ان ما ينفعش نخلط الانسولين جلورجين مع والانسولين ديتمير، ما ينفعش نخلطهم مع الريجولر انسولين او الرابيد اكتنج انسولين، تمام؟ ولكن ينفع نخلط الديجليتيك. ينفع نخلط الديجليتيك، وفعلا في ميكس اللي هو عباره عن 70% انسولين ديجليتيك ده لونج اكتنج، و30% انسولين ايه اسبرت، تمام؟ بس كده، ده الكلام اللي انتم محتاجين تعرفوه من الرقم ده كله موجود في الكتاب. بالنسبه للادفيرس رياكشن، من غير ما تفكروا ايه اول ادفيرس رياكشن لو سالتوا عليها في الانسولين، ده انسولين يعني بيكسر الجلوكوز في الدم، فممكن يدخلي في حاله من الهايبوجلايسيميا. فعندنا ايه الحاجات اللي حد دلوقتي قلناها بتعمل هايبوجلايسيميا؟ السلفونيلوريا والميجليتينايد والانسولين، وقلنا من شويه اللي هو ايه الاميلين انالوج، تمام؟ دول اهم ثلاثه، تمام؟ تمام. لو البيشنت دخل في حاله من الهايبوغلايسيميا، لو فايق اديله السكر وانتهينا وهيرجع تاني. لو في كوما بقى هايبوغلايسيميا كوما، نديله جلوكوز اي في نص جرام بالكيلو جرام، او لو ما فيش جلوكوز جاهز عندنا نديله ايه؟ نديله جلوكاجون. الجلوكاجون هيزود الجلوكوز في الجسم فهيحسن حالته شويه، تمام؟ ممكن يعمل لي شويه اوفر ايتينج اوبيزيتي، لان الانسولين انابوليك هرمون زي ما قلنا، ممكن في مكان الحقن سبكوتينيوسلي يعمل حاجه اسمها لايبو ديستروفي، سواء هايبرتروفي او اتروفين، هو يعمل كده كولكشن من الفات كده في مكان السبكوتينيوس انجكشن. ممكن يعملها هايبوكاليميا، قلنا ليه الموضوع ده بيحصل، ان البوتاسيوم بيدخل مع الجلوكوز بمساعدة الانسولين جوه الخلايا، فالبوتاسيوم كده هيقل في الدم يعمل لي هايبوكاليميا. في حاجة اسمها ايه؟ اميونولوجيكال انسولين ريزيستنس، ان الجسم خلاص ما بقاش بيستجيب للانسولين اللي انا بديه. ده في حالة امتى؟ في حالة ان البيشنت فضلت ازود له دوز، فضلت ازود له الدوز لحد ما بقت 200 يونت بير داي، برده مش بيستجيب ليها او اكتر، تمام؟ فاحنا نعمل ايه؟ لو احنا مش بنستخدم بيور هيومن انسولين، بس حاليا يعني كله بيستخدم بيور هيومن انسولين، لو في كان في انسولين مستخرج من الباجز تقريبا قبل كده بس دلوقتي مش بيستخدم، نحول لبيور هيومن انسولين. لو ممكن ندي سلفونيلوريا، ده برده ممكن يحفز ان الجسم يفرز شويه انسولين تاني. ممكن ندي شويه كورتيكوستيرويدز، ليه؟ لان الموضوع اصلا ايمونولوجيكال، ان الجسم نفسه هو اللي فيه مشكله في مناعته، فممكن ندي كورتيكوستيرويد هيحسن الوضع شويه، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ للانسولين بالرغي بتاعه. اتمنى اكون حاولت الم الموضوع شويه. زي ما قلت لكم، انتوا تحفظوا اسم العيله باسم الادويه، دي اهم حاجه، اسم الادويه بجد بجد يعني اهم حاجه، عشان ما تندموش ان انتوا تبقوا عارفين العيله بتعمل ايه بس مش عارفين المثال، وده اللي يجي في الاختيارات. وتحفظوا الميكانيزم واهم ادفيرس رياكشن، وان شاء الله يعني الموضوع ده خير. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.